بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علي نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد إلى دهر الدهور كلها أمين. مين فينا مش بيحب هذا الفصل من الكتاب المقدس؟ كلنا بنحبه لأنه بيبين لنا قد إيه محبة ربنا لينا. حزن الأب على ابنه، حزن ربنا على ولاده لما بيكونوا بعاد عنه. طبعا الأب في هذا المثل هو ما كانش عارف أخبار ابنه إيه، كانش عارف فلوسه خلصت، عايش في الخطية ولا عايش كويس، ما كانش عارف أخباره إيه. لكن كان كل اللي جرحه إن ابنه بعيد عنه، عايز يكلمه ومش عارف يكلمه، عايز يسمع صوته ومش بيسمع صوته، عايز ياخده في حضنه ومش قادر ياخده في حضنه. هو ده اللي كان تعب الأب. والدليل على كده إنه الابن لما رجع، وطبعا راجع بكل يعني حالته الصعبة ولبسه المقطع والقذارة اللي كان فيها، اللي كان عايش وسط الخنازير، ما اهتمش أبوه إن هو ينظفه في الأول، لكن أول حاجة عملها إنه حضنه. وكأن الأب عايز يقول لابنه أنت كنت وحشني، ما قالوش إيه اللي عملته ولا غلطت ليه ولا ضيعت فلوسك ليه ولا عشت مع الزواني ليه، ما قالوش كل الكلام ده، لأن اللي كان واجع الأب إن ابنه بعيد عنه. وإحنا يا أحبائي لابد إن إحنا نفهم علاقة ربنا بينا ومحبة ربنا لينا وأبوة ربنا لينا. اللي بيوجع قلب ربنا إن ولاده بعاد عنه. تقول لي طب والخطية؟ طبعا الخطية بتزعل ربنا لأن هي علامة إن الإنسان بعيد عن ربنا. لكن تخيلوا الابن دوت وهو بيت أبوه، ما كانش بيغلط؟ أكيد كان بيغلط، لكن كان يرجع آخر اليوم لحضن أبوه، بايت في البيت، أبوه يكلمه، أبوه ينصحه، أبوه يساعده، أبوه يقويه، قاعد مع أبوه. كان بيغلط ولكن كان قريب من أبوه. عشان كده ربنا منذ العهد القديم وهو كان عنده وصية يوصلها لشعبه، يقول لهم ايه؟ ارجعوا ارجعوا. وطبعا ديت كانت رسالة واضحة جدا من اول ما آدم وحواء بإرادتهم اخطأوا وتركوا ربنا لان هم احبوا الوصية. وربنا رسالته واضحة، ارجعوا. في آية حلوة جدا في سفر أيوب إصحاح 22 آية 23، يقول إن رجعت إلى القدير تبنى، إن رجعت إلى القدير تبنى. يعني الواحد طول ما هو بعيد عن ربنا الإنسان ممكن يتهد ويتدمر ويقع ويموت، ولما يرجع ربنا ربنا يبني. يعني ايه الواحد يرجع لربنا؟ يرجع لربنا يعني تكون في علاقة، يكون في علاقة ان الواحد يكلم ربنا. كام مرة انا بكلم ربنا في اليوم؟ ولا ممكن اليوم يعدي وما كلمش ربنا؟ ارجع لربنا يعني اسمع صوت ربنا. كام مرة في اليوم بسمع صوت ربنا؟ ما هي دي العلاقة. لما يكون الابن عايش مع أبوه بتكون هذه العلاقة، يتكلموا مع بعض، يسمعوا بعض،
يحضنوا بعض، يطبطبوا على بعض، وفي علاقة محبة. لكن لما الابن يطلع برا البيت ويروح بعيد، هذه العلاقة بتتقطع أو بتكون ضعيفة. إن رجعت إلى القدير تبنى. فدي أول نقطة نشكر ربنا لمحبته إنه وضح لنا بهذا المثل. كان السيد المسيح واضح جدا في المثل دوت، إن عايز يقول لنا إنه محبة ربنا لينا إن إحنا نكون قريبين منه. النقطة الثانية إن محبة ربنا لينا عمرها ما بتتغير، عمرها ما بتتغير. حتى لو إحنا بعدنا، حتى لو إحنا سقطنا في أبشع الخطايا، لكن يظل الله يحب أولاده، يحبنا. والعلامة على كده إن هذا الابن لما رجع أبوه ما قالوش امشي ولا روح نظف نفسك الأول ولا أنا زعلان منك ما تقربش مني، لا ما حصلش كده خالص. ولكن أبوه حضنه، علامة إن محبة الأب لابنه، محبة ربنا لينا عمرها ما بتتغير. وطبعا عدو الخير في حروبه للبشر بيشكك البشر في النقطة ديت، أول حاجة يغوينا بالخطية وبعدين يشككنا في محبة ربنا، وبالتالي يوقع الإنسان في اليأس. النقطة الثالثة إن مهما الإنسان عمل في حياته هيظل ابن ربنا، هيظل ابن ربنا. ودي نقطة تدينا رجاء إنه طول ما احنا يا رب ولادك انت يا رب مش هتسيبنا في عمق الخطية، مش هتسيبنا في عمق الخطية. ولكن عشان احنا ولادك هتعمل يا رب كل حاجة عشان ترجعنا. حتى يا رب لو جينا عن طريق التأديب، عن طريق المجاعة، عن طريق الجوع، عن طريق العطش، ولكن يا رب انت بتعمل كده عشان انت ابونا، عشان انت يا رب عايز ترجعنا ليك. في سفر أرمية ربنا بين مشاعره لأولاده وأعطانا رجاء انه حتى واحنا في عمق الخطية ربنا هيرجعنا. قال لأرمية في إصحاح 31، قال له يا أرمية عايز اقول لك بشارة مفرحة تقولها لأولادي. ايه يا رب؟ قال لهم كده، هكذا قال الرب، رنموا فرحا واهتفوا، سمعوا وسبحوا وقولوا. كل ده ايه؟ رسالة فرح. خلص يا رب شعبك بقية اسرائيل. ربنا بيقول ها انا ذا آتي بهم من ارض الشمال، هجيبهم من كل حتة، الضالين، البعاد، العاصيين، هرجعهم واجمعهم من اطراف الارض، الاعمى اللي مش شايف طريقه. ما هو ده ابن ربنا، ربنا هيفتح عينيه ويرجعه. الاعرج اللي مش قادر يمشي، الخطيه عامله زي الحديد في رجليه مش قادر يتحرك، ربنا هيرجعه. جمع عظيم يرجع إلى هنا. وفي الآخر يقول إيه؟ لأني صرت لإسرائيل أبا. عشان أنا أب، وعشان أنا أب أنا هعمل وهفضل أعمل لآخر نفس في حياة أولادي. حتى لو هم بعيد هرجعهم، حتى لو هم عمي مش قادرين يشوفوا هفتح عينيهم، حتى لو هم زي العرج مش قادرين يمشوا أساعدهم إن هم يمشوا. يا أحبائي، يا ريت إن إحنا نؤمن بأبوة ربنا لينا، وهذا هو سر عزائنا ورجائنا وسلامنا في هذه الأرض وفي هذه الغربة وفي أيامنا اللي الإنسان بيمر فيها بأتعاب وخطايا وتجارب وحروب.
طول ما احنا واثقين في أبوة ربنا لينا هو ده السند بتاعنا. طول ما احنا بنصرخ إليه هو ده السند بتاعنا. طول ما احنا في حضن أبونا في حضن ربنا هي دي قوتنا. لكن اوعى انت او انا نبعد عن ربنا. اوعى في يوم ما نقفش ونكلم ربنا. حتى لو انا تعبان وفي الخطية اقف قدام ربنا ان ده ابويا. اوعى في يوم ما افتحش الكتاب واسمع صوت ربنا. اوعى في يوم اقعد ابعد شوية شوية لغاية ما اوصل ابقى زي هذا الابن ابقى ضال. الضال يعني ايه؟ يعني واحد تايه. واحد تايه. واحد مش في البيت بتاعه مش في المكان بتاعه. عايز يرجع بس مش عارف. ما التايه دوت عايز يرجع نفسه يرجع بس مش عارف. لكن ربنا يحفظنا وربنا يحرسنا وربنا دايما يخلينا في بيته وربنا دايما يخلينا في حضنه. ونقول له يا رب تسمحش ان احنا نكون ضالين او ميتين ولكن يا رب دايما نكون في حضنك. ربنا يقبلنا جميعا. ربنا يمتعنا بأبوته لينا. ربنا يثبتنا في بيته في كنيسته في حضنه لان هو ده سر فرحنا. سر فرحنا مش زي الابن الضال في المال وفي الفلوس وفي الشهوة وفي الخطية اللي بيحاول عدو الخير يجملها قدامنا. لكن سر فرحنا ان احنا نكون في حضن ابونا السماوي. الهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين.